بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على النبي المصطفى محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن اقتفى، أما بعد، فهذه أيها الكرام بعض المسائل المتعلقة بصلاة المسافر والمجموعة من كتب وفتاوى الشيخ العلامة محمد بن عثيمين رحمه الله تعالى، والتي كثر ويكثر السؤال عنها، فلعلي أن أريدها هنا بشيء من الإيجاز والاختصار. المسألة الأولى: حكم الأذان في السفر. هذه المسألة محل خلاف بين أهل العلم، والصواب وجوب الأذان على المسافرين، وذلك لأمره صلى الله عليه وسلم وفعله. المسألة الثانية: مقدار المسافة التي تقصر فيها الصلاة. اختلف العلماء في المسافة التي تقصر فيها الصلاة، فمن العلماء من حددها بنحو 83 كيلومترا، ومنهم من حددها بما جرى به العرف أنه سفر وإن لم يبلغ 80 كيلومترا، فما قال الناس عنه إنه ليس بسفر فليس بسفر ولو بلغ 100 كيلومتر. وهذا الأخير هو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، وذلك لأن الله تعالى لم يحدد مسافة معينة لجواز القصر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم. وقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى أقرب إلى الصواب، ولا حرج عند اختلاف العرف فيه أن يأخذ الإنسان بالقول بالتحديد، لأنه قول معتبر، أما ما دام الأمر منضبطا فالرجوع إلى العرف هو الصواب. المسألة الثالثة: حكم الترخص برخص السفر للمسافر الذي نوى الإقامة أكثر من 4 أيام. الذي عليه جمهور العلماء أن من عزم على الإقامة ببلد أكثر من 4 أيام انقطع عنه حكم السفر، وصارت له جميع أحكام المقيمين، فلا يجوز له قصر الصلاة ولا جمعها لأجل السفر، وهذا القول هو الأحوط. وذهب شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى إلى أن للمسافر أن يقصر الصلاة ما دام أنه لم ينوي الإقامة المطلقة، وهو ما رجحه الشيخ محمد بن صالح العثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة: متى يترخص المسافر برخص السفر؟ ذكر العلماء أنه لا يشترط لفعل القصر والجمع حيث أبيح فعلهما أن يغيب الإنسان عن البلد، بل متى خرج من سور البلد جاز له ذلك، وتبدأ أحكام السفر إذا فارق المسافر وطنه وخرج من عامر مدينته أو قريته وإن كان يشاهدها، ولا يحل الجمع بين الصلاتين حتى يغادر البلد إلا أن يخاف ألا يتيسر له صلاة الثانية أثناء سفره. المسألة الخامسة: من كان سفره دائما فهل يترخص برخص السفر؟ قصر الصلاة متعلق بالسفر، فما دام الإنسان مسافرا فإنه يشرع له قصر الصلاة، سواء كان سفره نادرا أم دائما، إذا كان له وطن يأوي إليه. المسألة السادسة: إقامة المسافر في بلد غير بلده الأصلي بنية الاستيطان، بحيث ينتقل عن بلده الأصلي انتقالا كاملا، فحكم هذا حكم المستوطنين الأصليين في كل شيء، لا يترخص برخص السفر في هذا البلد الذي انتقل إليه، بل يترخص إذا سافر منه ولو إلى بلده الأصلي، كما لو كان بلده الأصلي مكة فانتقل للسكنى في المدينة، فإنه يعتبر في المدينة كأهلها الأصليين، فلو سافر إلى مكة للعمرة أو غيرها فحكمه في مكة حكم المسافرين، وإن كان قد تزوج بها من قبل وتأهل، كما فعل ذلك صلى الله عليه وسلم. المسألة السابعة: هل تسقط الجماعة عن المسافر؟ لا تسقط الجماعة عن المسافر، لأن الله تعالى أمر بها في حال القتال والخوف، ففي حال الأمن من باب أولى. وعلى هذا فإذا كان المسافر في بلد غير بلده وجب عليه أن يحضر الجماعة في المسجد إذا سمع النداء، إلا أن يكون بعيدا أو يخاف فوت رفقته، لعموم الأدلة الدالة على وجوب صلاة الجماعة على من سمع النداء أو الإقامة. المسألة الثامنة: فيما إذا صلى المسافر خلف إمام يتم. إذا كنت في بلد تسمع النداء فيه فعليك أن تجيب النداء، وإذا صليت مع الإمام لزمك الإتمام، لعموم الأدلة الحاضة والحاثة على اتباع الإمام والائتمام به، فإذا سمعت النداء فأجب وأتم مع الإمام، فلو صليت معه 2 ركعة وسلم فإن عليك أن تتم 2 ركعة الباقيتين. ولكن لو أنك لم تسمع النداء
أو كنت في مكان نائ عن المساجد أو فاتتك الجماعة، فإنك تصلي ركعتين ما دمت في البلد الذي سافرت إليه بنية الرجوع إلى بلدك. المسألة التاسعة: إمامة المسافر للمقيم. يجوز للمسافر أن يكون إماما للمقيمين، وإذا سلم يقوم المقيمون فيتمون الصلاة بعده، ولكن ينبغي للمسافر الذي أما المقيمين أن يخبرهم قبل الصلاة فيقول لهم: إنا مسافرون، فإذا سلمنا فأتموا صلاتكم، لفعله صلى الله عليه وسلم. المسألة العاشرة: كيفية صلاة المسافر في الطائرة. إذا حان وقت الفريضة وأنت في الطائرة فلا تصلها في الطائرة، بل انتظر حتى تهبط في المطار إن اتسع الوقت، إلا أن يكون في الطائرة محل خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة تستقبل فيها القبلة وتركع وتسجد وتقوم وتقعد، فصلها في الطائرة حين يدخل الوقت. فإن لم يكن في الطائرة مكان خاص يمكنك أن تصلي فيه صلاة تامة وخشيت أن يخرج الوقت قبل هبوط الطائرة، فإن كانت الصلاة مما يجمع إلى ما بعدها كصلاة الظهر مع العصر وصلاة المغرب مع العشاء، ويمكن أن تهبط الطائرة قبل خروج وقت الثانية، فأخر الصلاة الأولى واجمعها إلى الثانية جمع تأخير ليتسنى لك الصلاة بعد هبوط الطائرة. فإن كانت الطائرة لا تهبط إلا بعد خروج وقت الثانية، فصلي الصلاتين حينئذ في الطائرة على حسب حالك واستطاعتك، فتستقبل القبلة وتصلي قائما إن استطعت، فإن لم تستطع فقاعدا، وتركع إن استطعت، وإلا فأومئ بالركوع، ثم اسجد إن استطعت، وإلا فأومئ بالسجود، وهكذا. أما كيفية الصلاة النافلة على الطائرة فإنه يصليها قاعدا على مقعده في الطائرة ويومئ بالركوع والسجود ويجعل السجود أخفض. المسألة الحادية عشر: جمع الصلاتين للمسافر. أما ما يتعلق بالجمع فإن كان المسافر سائرا فالأفضل له أن يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء، إما جمع تقديم وإما جمع تأخير حسب الأيسر له، وكلما كان أيسر فهو أفضل. وإن كان نازلا فالأفضل ألا يجمع، وإن جمع فلا بأس لصحة الأمرين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسألة الثانية عشر: من أراد السفر بعد الفريضة هل يجمع معها ما بعدها وهو في بلده؟ إذا كنت في بلدك ولم تخرج بعد وأردت أن تسافر بعد صلاة المغرب مباشرة فإنك لا تجمع معها العشاء، لأنه ليس لك سبب يبيح لك الجمع إذ أنك لم تغادر بلدك. أما إذا كنت في بلد قد سافرت إليه، مثل أن تكون قد أتيت لمكة للعمرة ثم أردت أن تسافر بين المغرب والعشاء، فإنه لا بأس إذا صلى الإمام المغرب أن تصلي بعده العشاء مقصورة ثم تخرج إلى بلدك. المسألة الثالثة عشر: إذا أخر المسافر صلاة المغرب ليجمعها مع صلاة العشاء وأدرك الناس في المدينة يصلون العشاء، فمن العلماء من قال: لا يصح دخوله وانضمامه معهم لاختلاف الصلاتين نية وعملا، ومنهم من قال: ينضم معهم بنية صلاة المغرب. وفي هذه الحالة إذا كان قد دخل مع الإمام في الركعة الثانية فالأمر ظاهر ويسلم مع الإمام، لأنه يكون قد صلى ثلاثا، وإن دخل في الثالثة أتى بعده بركعة. أما إن دخل في الركعة الأولى من صلاة العشاء وهو يصلي بنية المغرب، فإن الإمام إذا قام إلى الرابعة يجلس هو ويتشهد ويسلم، ثم يدخل مع الإمام في بقية صلاة العشاء حتى يدرك الجماعتين في الصلاتين. وهذا الانفصال جائز لأنه لعذر، والانفصال لعذر جائز كما ذكر ذلك أهل العلم، وهذا هو الراجح الذي اختاره الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى. المسألة الرابعة عشر: فيما إذا صلى المسافر صلاة المغرب ثم أراد أن يصلي العشاء فأتم بقوم يصلون المغرب وصلى معهم بنية العشاء، فمن العلماء من قال: لا يصح دخوله لاختلاف الصلاتين نية وعملا كما أسلفنا، ومنهم من قال: يصح ذلك، فإذا قام الإمام للثالثة أكمل التشهد وسلم من ركعتين، وله أن يقوم معه في الثالثة ويتم العشاء أربعا، وهذا هو القول الراجح. المسألة الخامسة عشر: الصلاة في الحضر وقد أدركه وقتها في السفر والعكس، يعني الصلاة في السفر وقد أدركه وقتها في الحضر. ثم قاعدة وهي أن العبرة بفعل الصلاة، أن العبرة بفعل الصلاة، فإن فعلتها في الحضر فأتم، وإن فعلتها في السفر فاقصر، سواء دخل عليك الوقت في هذا المكان أو قبل. مثلا
إنسان سافر من بلده بعد أذان الظهر لكن صلى الظهر بعد خروجه من البلد، ففي هذه الحال يصلي ركعتين. وأما إذا رجع من السفر ودخل عليه الوقت وهو في السفر ثم وصل بلده فإنه يصلي أربعا، فالعبرة إذن بفعل الصلاة، إن كنت مقيما فأربع وإن كنت مسافرا فركعتين. المسألة السادسة عشر، إذا قام المسافر لثالثة وقد نوى القصر، إذا أتم المسافر الصلاة ناسيا فإن صلاته صحيحة ولكن يسجد للسهو لأنه زاد زيادة غير مشروعة ناسيا، فإن المشروع في حق المسافر أن يقتصر على ركعتين. المسألة السابعة عشر، صلاة الجمعة للمسافر، اختلف العلماء في سقوط صلاة الجمعة عن المسافر، وقد اختار الشيخ ابن عثيمين رحمه الله تعالى أن المسافر لا تسقط عنه الجمعة إذا كان في مكان تقام فيه الجمعة ولم يكن عليه مشقة في حضورها. المسألة الثامنة عشر، جمع صلاة العصر مع صلاة الجمعة، لا تجمع صلاة العصر إلى الجمعة لعدم ورود ذلك في السنة، ولا يصح قياس ذلك على جمعها إلى الظهر للفروق الكثيرة بين الجمعة والظهر، والأصل وجوب فعل كل صلاة في وقتها إلا بدليل يجيز جمعها إلى الأخرى. المسألة التاسعة عشر والأخيرة، ماذا يصلي المسافر من النوافل؟ يصلي المسافر جميع النوافل سوى راتبة الظهر والمغرب والعشاء، فيصلي الوتر وصلاة الليل وصلاة الضحى وراتبة الفجر وغير ذلك من النوافل غير الرواتب المستثناة. هذا والله أعلم وأعلى وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا وقدوتنا وأسوتنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.